خديجة من مكناس، مرحبا خديجة. لالا سمعت كيف صحتي؟ الحمد لله بارك الله فيك. بارك الله فيك لالا، يطول عمرك. الله يبارك فيك. شكرا. بارك الله فيك لالا خطيك، وعلى التواصل هذا لالا خطيك لالا سادة. مرحبا خديجة. لالا خطيك. اليوم عندنا لالا سادة قبيبة في الكفتة ديال الحوت. إيه واخا. كنحتاجو نص كيلو ديال الكفتة ديال الحوت البيض. إيه. وشوية ديال البزار. وشوية ديال الملح. وحمضة معصرة. واخا خديجة لا سمحتي زربنا شوية، الله يجازك بخير. عاود لالا سادة. عندنا هاد الكفيفة هادي خصنا نحتاجو نص كيلو ديال الكفتة ديال الحوت البيض. إيه. وشوية ديال البزار. وشوية ديال الملح. إيه. وحمضة معصرة وجوج فرد البيض. باش نجمعو نعملوها كويرات ونخليوها على جنب. واخا. إلا ما توفرت لناش الحوت البيض تنديرو السردين، يا السردين تنديرو سرمونة، ما كتحتاجوش ليه جوج فرد البيض لأنه هو ديجا ميدم. أوكي. وكنحتاجو عطي تلاتة بطاطا كبار مسلوقين، هكا قصايدين بشرتهم. ونخليهم يبردو باش يشدو راسهم، لأن ملي كتبرد بطاطا كتجمع. يعني ونحكوهم في حكاكة الغليظة. ونفرقوهم الى ثلاثه، كل بطاطا كنحكوها ونحتفظوا بها في البصيل على جنب، لان غنحتاجوا كل مجموعه بوحديتها. ايه. كناخذوا معلقه ديال الشاونيه مطلوقه في معلقه ديال الزيت، ومعلقه ديال الخرقوم مطلوقته في معلقه ديال الزيت. كنقبطوا بطاطا هذيك اللي قشرنا كل وحده بوحديتها، وحده كتبقى بيضه، وحده كنخلطوا معاها معلقه ديال الشاونيه كتولي لنا لون احمر، والاخرى كنحتاج كندير لها معلقه ديال الخرقوم كنحصلوا على لون صفر. يا راك تحتاج ملون طبيعي، وانا كنتفادى الملونات الطبيعيه. اييه واخا. ملونات صناعيه اللي تندير، هذا هو اللي كان. كنحك خلاص كل مجموعه بوحديتها كنقبطوا، المجموعه الاولى كنخلطوا معها معلقه الشاونيه حتى نحصلوا على لون احمر، وكنخلطوا المجموعه الاخرى عاوتاني كنديروا معها الخرقوم مطلوق في معلقه ديال الزيت، ونخليهم حتى هما على جنب. اييه. كناخذوا كويرات ديال الكفت، وكناخذوا واحد الزريفه كندير فيها ثلاثه البيض ديال البيض مطربين هكا كيف يدينا. كنقبطوا ديك الكويرات كنديروهم في البيض، كنفرقهم حتى هما على ثلاثه. المجموعه الاولى كنديروها في بيض البيض، ونرمدوها في ديك في البطاطا اللي درنا فيها الشاونيه. باش كنحصلوا على لون احمر كيود بحال الكبيبه. ونحطو في اللاطه ديال الفران اللي غنديرو، وعاوتاني نفس الشكل بالنسبه للبطاطا اللي فيها الخرقوم حتى هي هكا، وبنفس الشكل عاوتاني اللي في اللي خليناها طبيعيه. ايه كيجيونا الوان مختلفه. على مجموعه ديال الالوان فعلا، اروح حمر ونحاولوا نلصقوا اللوينات. تبارك الله عليك، يعني هادو ساهلين وبساط. وكندخلهم للفران يقبضوا شويه، راه تمشي تصا دغيا دغيا راه تايني بيب. وتنقبطوا الروز تقريبا زلفه ديال الروز، تنطلقوها بشويه ديال الملح وشويه ديال البزار. ناخذوا الروز كلاصي. ونخليوه حتى يتقطر، ونديروه في الطبصيل حتى هو، ونحاول نزينوه بطريفات ديال الحامض وبطريفات ديال الزيتون، وندير الكوكبيبات في الجنب ونفرشوا عليها الخس. والصحة والراحة لالا سنة. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك، يعني هادو مناسب بالنسبة للوليدات اللي ما تيبغوش الحوت، يعني تيتشكاو فيه الشوك ولا هادي، يعني مزيان هاد الهبرة ديال الحوت هكا بهاد الطريقة وبهاد الألوان أكيد تفتح الشهية سواء الكبار ولا الصغار. ويمكن المرأة تسمن في اللوان كتاخذ المعدنوس. إيه تاخذنا اللون الخضر. إيه كتحصلوا على لون خضر، ويمكن بالماء بالبربة. إيه فعلا. نفكوها تايا ونغسلو كتحصلي على بزاف الألوان. ألوان طبيعية. كل الألوان وفتحتها تفصيل مشكلة وعندك بالوينات. ويمكن حتى بالكفتة ديال الدجاج لالا سناء. تطلع. واخا. إذا الكفتة ديال الحوت البيض ولا ديال السردين ولا ديال الدجاج. يا بيبي. على حسب شنو عندنا في الدار شنو متوفر. إيه عرفتي حتى هي روعة. تبارك الله عليك، هذا أول اقتراح من عندك خديجة، تفضلي باقي الاقتراحات. نعم ثاني أنا كنمشي تكلم لالا سناء ساهل وداك الشيء موجود. إيه الله يعطيك الخير بارك الله فيك، كل شيء تينفع. مرحبا. أتمنى لازم نحط ديال الدجاج في الفراد. إيه. كنحتاجو تقريبا، لأن شنيحة الدجاج فين كنديروهم؟ كنديروهم إما في الشعرية ولا في البط ولا هادي، اللي هما شوية نرفعوهم شانهم شي شوية. تما فيهم ما يتكالو داك الشيء، علاش ما كنبغوش نضيعو فيهم العطرية. كيكونوا مكرملين، ولكن عم ناخذو جنيحة من جهة الباط، تيكون فيهم هذوك شوية الحبة، عم ناخذو شي جناح.
راه ناخذ منهم شويه ديال اييه شويه الهبره اييه كنحتاجو تقريبا كيلو ومعلقه ديال سكينجبير ومعلقه ديال الخرقوم ومعلقه ديال الملح ونص معلقه ديال البزار وثلاثه دروس ديال الشوب الحكوكين ومعلقه ديال الخل الابيض وربع كاس ديال الماء نعاود هاد الطرمينه واخا لا سمحتي معلقه ديال سكينجبير تقريبا كيلو ديال الجناح قلنا ومعلقه ديال سكينجبير ومعلقه ديال الخرقوم ومعلقه ديال الملح ونص معلقه ديال البزار وثلاثه دروس ديال الثوم الحكوكين ومعلقه ديال الخل الابيض وربع كاس ديال الماء كنجمع هاد الشرميله بربع كاس ديال الماء وكنشرملو الجناحات ديالنا الا كتعدنا باقي الوقت نخليهم يباتو كنبقى كل شي ساعه ولا ساعه ونص نبقى كنشرب لنا التوابل كنقصو مقله كنديرو فيها شي كاس ونص ديال الزيت نديرو هاد الصن ونحمرو هاد الشنيحات ديالنا يتحمرو من هنا ومن هنا بلا ما غيطيبو ما غاديش يطيبو ونستفدو سلاطة ديال الفقيعة تدخل الفرن ايه لالا سناء معايا ايه كنتبعو معاك تفضلي كنستفدو من ديك لاطة اللي غادي تدخل الفرن تناخدو لالا سناء البصلات مشلضين وكنشحرو في هاديك الزيت اللي بقات لنا من اللي شحرنا فيهم الجناوح ايه وكنزيدو معاهم هذيك الشرميله اللي بقات لنا ديال الجنيحات فين شرمناهم حتى هما كنزيدو عليهم ونتبلو هي هذيك ونشحرو حتى تنزل البصله ملي عاد تنزل البصله نحاولو ثاني نوزعوها فوق ديك الجنيحات ديالنا نفرشوها فوق الجناح كناخدو كيلو د بطاطا بطاطا تنقطعوها دوائر ونستفوها تاهي فوق ديك الجنيحات ديالنا ايه وكناخذوا واحد طماط البنه ديال الدجاج ونديروها في واحد كاس ديال الماء صغير ونديروها فوق البوطه حتى تسلق كتبقى شمس البو ونسقيو فوق ديك البطاطا ايه تبقى ديال البطاطا ايه ونفرشوا بورق ونغطيوها ديك اللطا طابي الومنيوم وندخلوها الفرن على لسانه وراح الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك وراح تفضلي خديجه عندي انا واحد المهلبيه بالبنان شنو هي نعطيها لك مهلبيه مهلبيه بالبنان صحيح كان اللي ما كياخذ كلش نشا ولا هذه ولا هذه هذه سهله عندنا ربعه البنانات كبار يكونوا شويه طايبين باش تغلي سهل لينا باش نطحنوهم وجوج معالق ديال العصير الحامض وكاس صغير ديال السكر البلاصي واحد جوج فاني ونص كاس الكوك مطحون وجوج ديال ياغورت كريمي واحد كاس الحليب نعاود الا سمحتي واخا عندنا ربعة البنانات هادي مهلبية قلنا بالبنان وجوج معق جوج معق ديال عصير الحامض وكاس صغير ديال سكر كلاصي وجوج فاني ونص كاس ديال الكوك مطحون وجوج ياغورت كريمي وكاس ديال الحليب كناخدو ديك البنان تنحاولوا نعسوه مزيان في الفرشيطه مع جوج معالق ديال عصير الحامض نعسو تيوب لي بيوري ايه واخا وكنضيفو ليه الكوك مطحون ونخدمو مزيان ثم كنطربو مع جوج معالق ديال جوج حكاك ديال ياغورت كريمي مع كاس الحليب وحديتهم هادو كنطربوهم عاد تنضيفوهم على البنان ايه ونخلطو مزيان وحتى اللي عندها ديك الميكسور ديال اليد هذيك الطاوله اللي كيبقى ولا في ولا في الخلاط تخلط نيت تفضلي كنديرهم في الزيفات ونعصروا عليهم الحامض كادني باش ونديرهم في الثلاجه باش يبقى شاد لنا اللون ديالهم ما يتكسش البنان نيت ونحاولوا نزوقوهم بالسيفيلي ولا اللي بغينا ولا بالبلي كان ديسير خفيف خفيف وبالنكهه ديال البنان وهذاك الكوك اكيد هو غيعطي النكهه ديالو الله يعطيك الصحه حاول راح على لسانه واخا نختمو باقتراح انت مازال معنا غدا ان شاء الله البقايا ديال الوراق البسطيله اللي بقات لنا نديرو بها واحد الكيكه واخا عندنا الوراق البسطيله مقطعين ومحمرين في الفرن نقطعيهم نقطعهم يعني بطريقه عشوائيه ولا على شكل خيوطه؟ واخا هذا هو اللي كاين تقطعو رقاق ونديروهم في الفران يتحمرو غير شويه يقبضو راسهم يتحمرو وكناخدو كاس ونص ديال الكوك كاس ونص ديال الكوك وكاس كاس ونص ديال الهرمش واحد كاس ونص ديال الزبيب
بالنسبه للوز يعني مقلي ومهرمش يعني مسلوق؟ لا هي محمر ومهرمش ما مقليش. واخا يعني محمر ومهرمش بالقشور ديالو. اييه وعلبه ديال الحليب مركز. وعلبه ديال الحليب مركز محلى. وكاس ديال كريم فريش. اييه كاس ديال القشده الطريه. اييه وربع كاس ديال الماء. وربع كاس ديال الماء. اييه لا لا سلا. واخا. تناخذوا كسرونه. اييه. نعاود المقادير لا سلا. واخا لا سمحتي قلتي لنا الورقات البسطيله. اييه تفضلي. عندنا ورقه الاوراق البسطيله. عندنا كاس ديال الكوك كاس ونص الكوك. كاس ونص ديال الزبيب. كاسونس اللوز مهرمش، علبة ديال الحليب المركز المحلى، كاس ديال كريم فريش، وربع كاس من الماء. تناخدو كسرونة كندرو فيها الحليب المركز وربع كاس ديال الماء. والكوك مطحون واللوز، والكوك ضروري خصو يكون مطحون، واللوز مهرمش. والزبيب والكريم فريش والكربة. خلاص قلنا ربع كاس الماء ونخلطوا كل شيء وبقاو تعقد الخليط. بقاو نحركوا على نار مهيله حتى يعقد الخليط. كنقبطوا اللاطه عندنا ندهنوها بالزبده. كديروا فرشه ديال الورقه اللي حمرنا ونسقيوها في داك الخليط اللي درنا ديال الحليب المركز، وعاوتاني نديرو فرشة أخرى اللي بقات لنا، ونصبطو الباقي ديال الخليط اللي عندنا. إييه. وكندخلوها للفران، يعني تشد راسها. يعني ديك الطبقة اللي واش يعني كتجمد يعني كتقبط راسها؟ كتقبط راسها بويضيج، ملي كنديروها في الكاسرونة راه كنتعقد. كتكون عقدات. كتكون عقدات. يعني ملي كتعقد يعني ملي كنطيبوها صافي كتقبط راسها يعني ما كتسيحش لينا. أيه لأن الحليب كطيبيه هو تعقد. إييه. وخا نديرو الحليب المركز اللي كنديرو اللي عطاو السيدات هذاك حتى هو راه كيصلح فيها. إييه واخا. كيف قلتي؟ بزاف المرات يعني الورقه المستله كتبقى لنا وما تنعرفوش شنو نديروا بها. أيه بزاف المستمعات عطاو اقتراحات وحتى هذا يعني هكا ديسير بالورقه المستله الله يعطيك الصحه. أيه وقلب كتخرج من الفراد اما تندهنوها ونديروا عليها اللوز كيفيدي ولا باش بغا تزينها السيده قصاعد الاختيار ليها. تبارك الله عليك خديجه. شكرا لك. راه حنا مستمتعين معاك في هذه الاقتراحات. الله يخطيك ربي يخليك. الله يخطيك. الله يبارك فيك. ولدي احتفظوا بيا سيد صحاباتي عاد على لاله سناء ومنهم مرت لوسي سوريا هي وليدها كنبلغ ليها السلام. وكنسلم على صاحبتي النور نعيمه هي وليدها وليد والحاج راجلها وعلى الزوج ديالي مبروك يا عبد الحق هو وليه الله يخطيك لاله سناء ربي يخليك وسامحي لي على هذا. ما كاين حتى مشكل حنا اللي كنشكروك بالعكس يعني انت تواصلتي معنا عبر الاس ام اس وحنا يعني لبينا نداء لانه هذا واجب وحنا فرحانين. لاله سناء يطول عمرك لاله يخطيك انه كسبنا الصديقات. الله يبارك فيك. نبقاو على تواصل. مرحبا بك. التواصل اقتراح ديال شهر نبقى معك شهر. مرحبا لاله يخطيك علينا بارك الله فيك. ما سقيناش بيك لاله يخطيك بارك الله فيك لاله سناء يطول عمرك يا ربي امين. تحياتنا لك خديجه من مكناس على تواصلك وعلى الاقتراحات يعني سهله وبسيطه في متناول الجميع. السيدات نتمنى انكم توجدوهم ان شاء الله.